والله خطوة عزيزة صلاح باشا، نورتنا. اتفضل اشرب قهوتك. شكر. سيجارة؟ لا معايا سجاير. اه ما اصلي كنت براجع في الملف بتاع قضية سليم الانصاري، واستوقفتني شوية حاجات كده في شات الشهود، قلت اشرب معاك شوية قهوة وبعد معهم شوية. سلام يا باشا، ده مكانك، تنورت المكان كله. عايز تشوف مين في الشهود يا باشا؟ رفاعي. الامين رفاعي. ثواني يا باشا. ايوه يا ابني، شوف لي الامين رفاعي فين، يبعته لي بسرعه. ثواني يا باشا، يبقى عندك. تعرفه كويس؟ والله يا باشا رفاعي ده من اول ما جيت هنا هو كان موجود. ده واد اغلب من الغلب، يعني تقدر تقول عليه كده اول امين شرطه كيوت في الداخليه. انت لو شفته هتحبه يا باشا. طب وزناتي؟ ماله زناتي يا باشا؟ ده حتى كان راحه ساعه حادثه سليم، ده ما شاهدش اصلا. انا عارف انه ما شاهدش، انا بسالك يعني رايك فيه ايه؟ يعني بصراحه مستغرب يا باشا، يعني تعرف زناتي منين اساسا؟ اتسال نسال زي ده طارق. لا مؤاخذة يا باشا، ما اقصدش والله، بس استغربت شوية. يعني هو زناتي يعني واد حرك وبتاع شغل، ما بيونش، عشان كده تلاقي ناس كتير ما بتحبوش. سليم ما كانش بيحبه. والله يا باشا دي كانت حاجة غريبة جدا. سليم من أول ما حط رجله في القسم هنا هو كان حاطط الراجل ده في دماغه. سليم ده أصل كان طبعه صعب شوية، ناشف، لكن بيمشي في القسم يخانق دبان وشه. تعال رفاعي، صلاح بيه عايز يتكلم معاك شوية. تعالى. والله مغلبان يا دكتور آخر غلب، وعملت لها كل حاجة عشان تحن ومفيش فايدة. تحن؟ مقطعة قلبي يا ولدان. أصل زمتة اللبن دي وحش، وأنت سيد العارفين. أيوه عارفها، زمتة اللبن جنب صفة اللبن، عارفها. أهو البركة فيكوا بقى تلاقوا لها حل وأنتوا هتغلبوا. خلاص يا بنت بلاش نماضة، يعني سيبيهم يشوفوا شغلهم، أنت كده معطلة حبل أفكارهم. هما جايين يساعدونا ولا نقعد نلوك بقى ويقعدوا يسمعوا فينا؟ هو انت ما بتردش عليا ليه يا دكتور؟ لا بفكر في المصيبه اللي احنا فيها. مصيبه؟ مصيبه كفر الله الشر. مصيبه اللي البقره فيها. يلا يا نسوان، يلا عشان الدكتور البيطري بقى يشوف له حل بقى. يلا يا اختي مش وقته يا اختي، يلا يلا يا اختي، يلا يا بيت. طب والنبي يا دكتور، بشويش على الدرع احسن، مش مستحمله حد يجي ناحيته. اصلا احنا هنا قوي. ايه الدرع ده؟ تعرف يا ابراهيم، احنا كل ده ربانين وربنا سطرها معانا. البنت دي هتودينا في 60 داهية. ما تيجي نمشي من هنا يا ابراهيم. يعني انت رفاعي اللي بعت العسكري بتاع الحجز علشان يروح يجيب له الدواء، صح؟ ايوه يا باشا مظبوط، تمام كده. طب ما روحتش انت ليه؟ ليه تسايب العسكري نبطشيته؟ يا باشا انا عملت اللي سليم بيه قال لي عليه بالظبط، وما كنتش راجعه في كلامه. حكيم هو بقى ربنا يفك كربه، كان طبعه حامي وكان بيهب فينا على اقل حاجه. فك كربه، ربنا يفك كرب كل مكروب يا باشا. وعند الراجل اشتغل معانا وكلنا عيش وملح سوا. اصيل يا رفاعي. طب وزياد ماله باشا؟ ما شفتوش بعد ما سليم راجع من بره؟ لا يا باشا ما شفتوش. يظهر بقى سليم بيه كان بيعمل كل ده عشان يتحرك بيه براحته ومحدش يشوفه. وجهة نظر برضه رفاعي. على فكرة رفاعي ذكي ولماح قوي، وواد جدع كده وصاحب صاحبه. وزناتي؟ زناتي مش صاحبك وحبيبك ده ولا ايه؟ يا باشا زناتي كويس الحمد لله كويس، بس هو في مأمورية بره. طيب ما تنساش انت تسلم لي عليه. الله يسلمك يا باشا. طب وسليم الانصاري قتل زياد ليه؟ ولا هو اللي ما قتلوش؟ يا باشا النيابة قالت هو اللي قتله. وانا هعرف اكتر من النيابة؟ يعني خلصانة بغيت من النسر. عندك حق. طيب ايه اللي ممكن يكون بينه وبين الواد زياد ده عشان يقتله؟ ربنا العالم بقى يا باشا. الواد كان صاحب مرض، واكيد سليم بيه ما كانش قصده يجيب اجله، لكن هنعمل ايه؟ خلصانه بمعاد.
عمار يا بلاش عمار. طيب انت تقدر تتفضل دلوقتي، ما تنساش تبقى سلمنا على صاحبك، ها؟ قول له صلاح بيه بيسلم عليك كتير قوي، وخليهم يشوفوا لي فين وليد بيه علشان عاوز امشي. بسم الله بسم الله. انت متاكد يا ابراهيم ان انت يا بسم الله؟ ما هو يا بيه قدامك اهو. هيا دكتور، ايه الاخبار؟ انا قلت لكم مش عايزين حد يخش علينا، سيبونا نشوف شغلنا، اتفضلي بعد اذنك. بعدين يا ابراهيم الناس دي لازم تيجي تلاقينا حلبين الجاموسه. طب انا هعمل ايه يا بيه؟ ده شكلها الجاموسه دي عامله رجيم، هتنزل لنا لبن دايت في الاخر اهو. بسم الله. هيا دكتور. بسم الله. هيا استاذ ابراهيم، زمانكم قلتوا بقى الست دي ورطتنا وخلعت وسابتنا مننا للجاموسي. يعني الواد زناتي ده عليه علامات استفهام. وانا بدردش مع الامن والضباط عرفت ان زناتي ده شمال ورفاعي ده مش وراه في كل حاجه. وسعادتك ما طلعتش من رفاعي ده باي حاجه؟ للاسف كل كلامه كدب في كدب، ما عرفتش اطلع من كلامه باي حاجه ممكن اصدقها ممكن تبقى صح. كله كدب في كدب. معنى كده بقى ان سعادتك هتصدق كلام سليم؟ لا مش معنى كدب رفاعي ان صدقت سليم. احنا هنستنى شويه، هناخد كل الكدب ده ونصفيه ونحاول نطلع منه بحاجه بجد. سعادتك لسه مصر برضه ما نجيبش الواد زناتي ده عندنا في المكتب ناخد منه كلمتين؟ وهنجيبه نعمل بيه ولا هو متهم ولا هو شاهد. خليه كده يشوفنا احنا بنعمل ايه واحنا نتابعه ونعرف رد فعله ايه. تمام صح. وفيها مقطف ميعاد انهم يسالوك، هو انت مش شاهد في القضيه بتاعت المحروس سليم الانصاري؟ لا يا زناتي، انت ما شفتش الضابط اللي اسمه صلاح ده عامل ازاي؟ ده زي ما يكون مخاوف نفسه وعارف كل حاجه. شفته وعارفه كويس، انت بس اللي خفيف وبتخاف من اي حاجه. طب انا خفيف وعيل كمان يا عم، ارتحت بس لحد كده وجبرت، خلصانة بفيونكة، انا مش هروح في ده يا زناتي لوحدي. شش، بقول لك ايه؟ لا ده وقت ولا ده مكان. يلا روح وبقى تعالى عدى عليا نتغدى في البيت ونشوف هنعمل ايه. اتعرف. اتفضلي يا ست. بسم الله ما شاء الله، جابت كل ده؟ دي ما كانتش راضية تنزل ولا نقطة. الا هي كان عندها ايه؟ هي كان عندها ايه بقى؟ ستريس. ستريكس. ايوه الاستريكس ده مرض خطير منتشر بين الحيوانات، وده نتيجه على ان المواطنين بيهينوا الحيوانات ويشتموها، وانتوا عمالين تشتموها ليل ونهار يا جاموسه يا جاموسه، فتعبت واكتئبت ومنعت اكله ولذلك منع اللبن. بعد تشخيص الدكتور وتعليماته بيقول ان انتوا لازم تحترموها وتغيروا لها نوع البرسيم ده وتحطوا لها برسيم 92 ابو نوره ده. بعدين احنا ظبطنا لك خلاص، انا هحلبها كل 3 شهور، انا مش فاضي لك بقى كل شويه شوفي شغلك. العفو يا دكتوره اني ما قلتش كده. طب يلا يا بنت في ايه اللي بتعلمت فيها دي؟ يلا يلا يا اختي انت وهي، يلا خلصنا هنا، يلا نشوف حته تانية نشتغل فيها. متشكرين قوي يا دكتور، مش عارفين نعمل ايه من غيرك. كتر خيرك يا دكتور. اللي استريكس ده بصحيح؟ على فين يا بيه؟ هو ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه يا ابراهيم، خلاص ظبطنا حياتنا هنا، خلينا نتحرك بقى نشوف اللي ورانا. يعني هنشوف اللي ورانا هنعمل ايه يعني؟ ما احنا برضو مش هنفضل هربانين، مره فوق السطوح ومره في وسط البهايم. طب يا بيه احنا بايدنا ايه نعمله؟ مش سعادتك رحت لصلاح بيه وشرحت له كل حاجه؟ صلاح ده كان سكه وخلصت، خليه بقى نشوف سكه تانية عشان نعرف نوصل اللي احنا عايزينه. سكه تانية يعني زي مين يا فندم؟ رفاعي. رفاعي ده الوحيد اللي خلينا نوقع ولاد الكلب دول. طب ورفاعي ده هنروح له برضه يا باشا؟ لا هنلعبه الاول بشويه رسايل. ايوه والله صح، الله ينور عليك يا بيه، مباحث مباحث. ايوه والله نورت بيت اخوك ابو رفاعي. اخوك ولدي يابا وادعي لي. فاكر لما تعرفني كده زي البهايم اهدى يعني؟ يا جدع انت مالك ومال البهايم بس عشان تقول عليها زيك؟ عملت لك ايه؟ وكمان ليك نفس تهزر؟ انت جاي عليك ايه؟ ما انا اللي متصدر في وش المدفع. يا جدع ما تبقاش غشيم، مدفع ايه بس؟ احنا ورقنا سليم ومتستف يابا ومية مية، يعني لا سليم ولا صلاح ولا الداخلية كلها تقدر تهاوب ناحيتنا. انت اصلك ما شفتوش يا زناتي، ده زي ما يكون عارف كل حاجة. يا عم ولا تايه على حركات الضباط دي، ولو عارف حاجة كان سكت ده كله. انت بس اللي خفيف، لو سمعت كلامي وهديت نفسك كده من جوه ما عادش يقدر يهاوب ناحيتك. فكرك كده؟ وابو كده كمان. قول انت بس كده
وانا على فرق سيجارة تخليك ايه ملك زمانك، ولا وزير الداخلية نفسه يشغل بالك. كل ده مين السائل اللي بعت رسالة على الاكل ده؟